طب معذرة يا شيخنا، آخر سؤال بالنسبة يعني كنت أنا قرأت كتاب السلام البطار لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، وبعدين طبعا دول دفعني إنني كنت أخطب خطبة يعني عن علامات يعرف بها الساحر، فديت خلت فيها عداء يعني بين بيني وبين أحد كبار السحر هنا في قريتنا يعني. وبعدين طبعا دوت يعني بعد زواجي مباشرة دارتني سنة كده كان في يعني سحر كبير ومع زوجتي يعني، وبعدين يعني انتهى هذا الأمر بالطلاق. وإلى الآن يا شيخنا يعني إلى الآن طبعا يعني بعد طلاقي يعني تقريبا 5 سنوات أهوت، فسبحان الله يعني برضو نفس النظام، برضو كل ما أروح لأي حد برضو ما فيش نصيب وكده. اللهم بضارين به من احد الا باذن الله. ارق نفسك بالمعوذتين ما اقوله الله احد، وامسح جسمك، لا تستسلم لهذا الفاجر. اعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. انتبه واعتصم بالله، لا تضعف وتذهب اليه. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك. السلام عليكم.